لا في العالم كله. ولما أقولك العالم كله اللي بيراقب وبيتابع دلوقتي تطورات ملف سد النهضة، يبقى بشاور لك على دليل أكيد لنجاح الدبلوماسية المصرية خلال الفترة اللي فاتت، إنها تخلي القضية محط أنظار العالم كله. آه دليل حي وواضح. ليه؟ لسببين. السبب الأول إنك خليت القضية حية على طول، مش مجرد صراع بين دولتين زي ما إثيوبيا كانت عاوزة تصورها وتصدرها للعالم، وده كان أول انتصار للدولة المصرية في ملف التفاوض اللي أخد وقت طويل. السبب الثاني إنك دلوقتي خليت العالم كله شاهد على التعنت الإثيوبي والمراوغة الإثيوبية، خليت العالم كله يشوف الفرق بين دولة كبيرة متحضرة بتبذل كل جهدها للحل بالتفاوض الدبلوماسي والسلمي، وبين دولة تانية بتلعب بالنار وبتستغل ملف سد النهضة عشان تغطي على فشلها وأزماتها الداخلية. وبكده خليت العالم كله يشوف الفرق بين دولة كبيرة زي مصر ماشية بالطريق أو بالطرق الرسمية، ودولة بتضرب عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية. طيب الدليل إنه عندنا جلسة لمجلس الأمن لمناقشة قضية أزمة سد النهضة، وبنشوف في الحقيقة جهد كبير من وزير الخارجية سامح شكري اللي موجود دلوقت في نيويورك، وقابل كتير من المسؤولين الدوليين لطبعا مناقشة الأزمة، وكان في لقاء مهم بينه وبين وزيرة خارجية السودان للتأكيد والتنسيق بين مصر والسودان على موقفهم الواحد ضد تعنت إثيوبيا. احنا قدام ملف مهم، هو ملف طبعا سد النهضة وتطورات خطيرة ومعركة مصيرية، والخطاب الإثيوبي امبارح بخصوص بداية الملء الثاني كان الحقيقة خطاب مستفز، مستفز في مجمله، وواضح واضح جدا انه للتغطية على فضيحة ابي احمد في تجري، ومظهر قواته النظامية وهي اسيرة ومهزومة، ودي الحقيقة بنقول عليها لعبة الفشلة. عموما كل لما يكون عنده أزمات داخلية مش قادر أو الدولة مش قادرة تحلها، تصدر أزمة، يلا أداري أغلوش، تصدر أزمة للخارج. ليه؟ عشان تغطي على فشلك. الرد المصري كالعادة كان حاسم ورافض، لكن الناس في الشارع وده حقها بتسأل، بيقولوا طيب وبعدين وماذا بعد؟ وزي ما تعودنا هنا في البرنامج ده في 90 دقيقة قبل ما اتكلم معاكم في اي تفاصيل، لازم نتكلم واحنا واقفين على ارض ثابتة، والارض الثابتة دي انا شفتها بعيني من امبارح، حالة من الفخر والفرحة، وانا شايفة الحقيقة صوت الشعب المصري على السوشيال ميديا. ايه ملحمة الحب دي والثقة دي؟ وفي البيوت وفي الاتصالات وفي المكالمات وعلى الفيسبوك وعلى انستجرام، وهي بتعلن دعمها المطلق وثقتها في القيادة السياسية، وهي بتتعامل مع ملف سد النهضة وتطوراته.
وما فيش الحقيقة نعمة ونجاح وانتصار أكتر من كده. شعب في ظهر رئيسه، شعب واثق وداعم لمؤسسات دولته، ده مش بس إنه يخليك سعيد، لا ده يخليك مطمئن. ليه طيب أكون مطمئن؟ نركز مع بعض بهدوء. أول ثلاث حاجات العالم بيبص عليها ويركز معاها لما يكون في أزمة كبيرة أو دولة داخلة صراع كبير زي حالة مصر في سد النهضة كده، الثلاث حاجات دول بقى: واحد، قوة المؤسسة العسكرية وتماسكها، والحمد لله الجيش المصري مش محتاج شهادة في الحتة دي أبدا. طيب إيه؟ اتنين، قوة الجبهة الداخلية وتماسكها، وبرضو أقدر أقول الحمد لله الجبهة الداخلية قوية وقوية جدا كمان، ومحاولات التشكيك والإحباط اتكسرت خلال الفترة اللي فاتت. طيب تلاتة، قوة وتعاون وتماسك مؤسسات الدولة المختلفة، ودي برضو الحمد لله يعني تقدر تقول وانت مطمئن من اللي شفناه خلال الفترة اللي فاتت انه فيها تطور وإيجابية وتناغم وتعاون ما شفناهوش من زمان جدا. والأهم من كل ده بقى اننا دلوقتي اقول ايه قدام شعب؟ ايه شعب؟ واعي، شعب فاهم كويس انه مصر بتخوض معركة مصيرية وبنفس طويل جدا يليق بدولة قوية وواثقة في قدراتها. ده النفس الطويل بيثبت ده. والشعب المصري واعي وفاهم كويس قوي دروس التاريخ كلها، والناس في الشوارع يا جماعة دلوقتي عارفة وفاهمة ان كل مرة البلد دي بتفوق وتقف على رجلها بجد وتبني نفسها بجد وتتحول لقوة حقيقية ضد اللي بيحفروا ليها ألف حفرة. احنا ما بنخلصش ابدا، وبيجروها للحرب عشان يكسروا ارادتها واحلامها ومشروعاتها للبناء. ده بقى حصل على فكرة، حصل مع مين؟ مع محمد علي، وحصل مع عبد الناصر لما بدأ يبني البلد. عشان كده كل التحية والتقدير لطريقة الدولة وهدوء الرئيس عبد الفتاح السيسي وصبر المؤسسات في التعامل مع كل أنواع الاستفزاز والابتزاز. طريقة الحقيقة يعني بتخلينا ان احنا نطمن، طريقة تطمننا وذكية، طريقة ناس استوعبت كل دروس التاريخ وهضمتها وفهمتها ومقررة ان كل خطوة لازم تكون محسوبة بدقة، وكل خطوة لازم تكون قرارك انت، مش رد فعل على استفزاز خصومك. لا، هو الموضوع مش خناقة ولا دراع، وكل خطوة تكون بإرادتك انت، مش حد يسحبك ليها، افهموني. طيب نيجي لسؤال مهم ممكن تيجي تسألني دلوقتي، تقولي ايه طيب هو الوضع ايه بقى دلوقتي؟ الوضع اننا قدام مجموعة من الحقائق الواضحة، اولها انه ازمة سد النهضة وصلت لمنعطف خطير إقليميا ودوليا، وأن مصر والسودان كانوا في منتهى الوضوح
وهم بيرفضوا ويحذروا إثيوبيا من الملء الثاني للسد ونتائجه على الأمن في المنطقة كلها، وإنه مصر قوية وصريحة ورئيسها بيعلن للعالم كله إن كل الخيارات مفتوحة وإنه لا تفريط في حقوق مصر المائية أبدا أبدا. والحقيقة المهمة على المستوى الفني اللي لازم تعرفوها إنه إثيوبيا فشلت في تعليق الجزء الأوسط من السد عشان يخزنوا الكمية المطلوب، وده معناه حاجتين: إنهم مستعجلين في عملية الملء والإعلان عنها عشان يغطوا على أزماتهم وفضايحهم، والحقيقة المهمة كمان إنه بعد ما كنا سنة 2012 و14 و15 قدام صورة العالم بيبص فيها على إثيوبيا إنها دولة فقيرة تحتاج للتنمية، دلوقت الوضع اتغير تماما ونجحت الدبلوماسية المصرية إنها تخلي العالم يشوف حقيقة الصورة إنه إثيوبيا دولة مهتزة ومصممة على تدمير الموارد المائية لمصر والسودان. طيب دلوقتي إحنا قدام وضع عامل إزاي؟ الحقيقة إحنا قدام وضع مش غريب خالص عن الدولة المصرية. مصر بلد لها تاريخ، لها تاريخ طويل قوي في معارك النفس الطويل، في معارك النفس الطويل، بلد بتعرف تتحرك ازاي وامتى بقرارها، بقرارها المستقل، مش استجابة لأي استفزاز، لا، بلد قدرت وبالوقائع المثبتة إنها تنتصر في كل معاركها اللي كانت حروب نفس طويل زي ما حصل دبلوماسيا في ملف استعادة طابة، وزي ما حصل عسكريا في سيناء وهزيمة إسرائيل في 6 أكتوبر 73، بعد ما افتكر العالم كله أن عبور القناة وخط بارليف ده شيء مستحيل. فإحنا بلد بتعرف كويس تحقق المستحيل، والرئيس السيسي مع مؤسسات الدولة دلوقتي أثبتوا برضو أنهم خلال الفترة اللي فاتت حققوا المستحيل، والأهم إنهم بيعرفوا إمتى يتحركوا وإزاي يمارسوا الصبر، الصبر الاستراتيجي، وإمتى يتحركوا فوق رقعة الشطرنج ويقولوا كش ملك. حصل ده في أزمة المتوسط، وحصل ده افتكروا معايا في ليبيا وفي سيناء، لما فاكرين لما قعدوا يخوفونا ويقولوا لنا هتعملوا ايه وهتسالوني طيب ايه المطلوب مننا. السؤال ده بقى حلو جدا، هتسالوني ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا هو اختيار واحد، اختيار واحد ملوش تاني، كلنا ايد واحدة ورا القيادة السياسية في الدفاع عن حقوقنا، حقوقنا وامننا القومي، وده مش اختيار، ده واجب وطني، لازم نعمل كده، واجب وطني، مش هنسمح لحد يلعب في دماغنا ولا هنسمح لحد يستفزنا. ركزوا افهموا، احنا اذكى الشعوب، احنا شعب ذكي،
الجملة دي هعيدها تاني، ومش هنسمح لحد يستفزنا ولا هنسمح لحد يشكك في قدرتنا، لأنه مصر وقيادتها ده بالتأكيد فوق كل شك، ومصر وقيادتها قادرة على عبور كل صعب. مصر وقيادتها قادرة على عبور كل صعب. تحيا مصر، ودايما ودايما يا رب مصر محروسة.